مشاهدينا أهلا بكم من جديد. إذن جزائريون قدر عددهم ب25,000 وربما هذا العدد في تزايد يطالبون بالعودة إلى الوطن. حول هذا الموضوع عن العراقيل التي تواجههم وتواجه ربما حتى السلطات في عملية إجلائهم، أسعد باستضافة سمير شعبنا نائب عن الجالية الجزائرية، أهلا بك. شكرا على الدعوة وتحية كذلك لكل مشاهدينا داخل وخارج الوطن. تحية لك سمير، شكرا على حضورك. إذن هو الرقم الذي قدمه منذ أيام وزير الداخلية كمال بلجود، 25 إذن ألف جزائري يطالبون بالعودة إلى أرض الوطن، هذا العدد ربما سيكون أكبر في الأيام المقبلة. بداية، كيف تقيم عملية إجلاء المواطنين؟ كان في إجلاء أكثر ربما من حوالي 37 أو 34 ألف جزائري، كيف يمكن أن نقيم هذه العملية؟ والله نحن الآن في المرحلة الثانية إن صح القول من عملية تنظيم رحلات يعني استئناف هذه الرحلات. أنا والله لا أحبذ أن أقول إجلاء، لأنه وقعنا في خلط يعني بين الإجلاء، العالقين، المغتربين، المقيمين، الجزائريين اللي لهم يعني إقامة ثنائية جزائرية في فرنسا، فدخلنا في هذه الدوامة وما عرفناش بكل صراحة من هم اللي يجب أن يكونوا من المستفيدين يعني من هذه الرحلات، لأنه كل المغتربين حبوا يدخلوا البلد تحت، وهذا حقهم، هذا حق مشروع بكل صراحة، لأنه هذا الجزائري اللي فقد الأب تاعه ولا فقد الأم تاعه ولا فقد فرد من أفراد العائلة تاعه، من حقه أنه يدخل يحضر الجنازة تاع باباه أو يوقف على قبر باباه، هذا من جهة. من جهة أخرى كذلك فيه العديد من العائلات اللي عندهم أطفال حبوا يرجعوا للوطن باش يعني يزولوا الدراسة تاعهم. أنا أعطيك على سبيل المثال سيدتي المحترمة، شوفي هذا الكم الهائل من هذه الملفات، كلها شهادات مدرسية لأطفال سجلوا رواحهم هنايا باش يزولوا الدراسة تاعهم. رانا في الثلاثي الأول وما جاوش، يعني الأسبوع الجاي راح تكون فروض وامتحانات. فروض وامتحانات، وهذه كلها يعني اللي راكي تشوفي فيها، كل هذه الوثائق اللي راكي تشوفي فيها هي كلها شهادات مدرسية، شهادات تسجيل. نعم. وبالتالي هذا العائلات من حقهم أنه يكونوا أبنائهم ضمن هذه الرحلات. طيب هناك طلبة، هناك رجال مال وأعمال لينتظروا أنه يلتحقوا بالمؤسسات تاعهم. فيه مؤسسات رايحة الإفلاس، لأنه فيه بعض العمال تاعهم يقول له يا سيدي المحترم، يا مدير الشركة، أنت مطالب أنه تكون هنا باش تمضي صكوك، يعني شك لا أدري لأي شركة، تمضي اتفاقية، تمضي عطلة مرضية. فبالتالي هؤلاء راهم هناك. ففي هذه الرحلات نظمت على باريس ونظمت على مارسيليا. الإشكال وراه في هذه يعني المدينتين أنه المدينتين بعيدة، يعني الإنسان اللي يجي من مدينة ليون هو مطالب أنه يجي على مارسي، مدينة ماتس مطالب أنه يطلع أو نونت أو لا أدري ستراسبور مطالب أنه يطلع لباريس. وانتي تعرفي أنه التذاكر في هذه المرحلة يعني أسعارها غالية، ضيف إلى ذلك كذلك أنه هؤلاء أنه يأخذوا القطار بأسعار غالية، لأنه أعياد نهاية السنة الميلادية خارج الوطن أسعار النقل غالية هناك. ضيف إلى ذلك أنه فيه ناس كبار في السن مرض ما يقدروش يأخذوا القطار على ربع ساعات خمس ساعات باش يوصل المدينة اللي فيها الطائرة. هذه من الإشكاليات اللي وقعت يعني ربما بصراحة. يجب إعادة إذن النظر في الرحلات المبرمجة. والله أنا المطلب بتاعي سيدتي المحترمة هو تنظيم رحلات على المدن اللي يقطن فيها أكبر عدد ممكن من الجالية تاعنا. أعطيك على سبيل المثال مدينة ليون. نعم. يعني حرام بكل صراحة ننظم رحلات وما نديروش ليون. نعم. ما ننظموش على سبيل المثال على مدينة ميلوز، على مدينة ستراسبور، على مدينة تولوز، على مدينة ماتس. هذه المدن وين فيها جالية كبيرة، وبالتالي هي راح تمتص الغضب وتمتص كذلك التعب تاع المغتربين تاعنا أنه تكون عندهم المطار قريب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كذلك يجب أن تكون رحلات دورية ورحلات يعني رحلة إلى رحلتين من مدينة واحدة، لأنه الآن إذا تكلمي لي تي على 25,000 أو السيد وزير الداخلية يوم أمس عندنا في البرلمان أعطانا هذا العدد، أنا أقول أنه العدد راح يكون أكثر بكل صراحة، لأنه هؤلاء اللي راهم مسجلين على مستوى القنصلية فقط،
لكن لو تروحي يعني للواقع راح تلقاي العدد أكثر بكثير يعني. نعم، وتسجيل على القنصليات من الشروط التي من بين أعتقد 5 شروط التي وضعت من أجل إجلاء الجزائريين، ما رأيك في الشروط التي وضعت من أجل إجلاء هؤلاء؟ شوفي سيدتي المحترمة، أنا بعثت برسالة إلى السيد الوزير الأول. نعم. وطلبت منه إلغاء شرطين مهمين واللي راح يسهلونا عملية الإجلاء وعملية يعني الرحلات، إعادة استئناف هذه الرحلات. أولا قضية الرخصة الاستثنائية هذه شوية اللي صعبتنا شوية في الأمور، لأنه فيها تماطل، فيها يعني ثقل كبير، ثقل يعني في هذا الطريق هذه، لأنه القنصليات يسجلوا المهاجرين في القنصليات، من بعد القنصليات يرسلوا القائمة للخارجية، الخارجية ترسلها للداخلية تفاليديها، ترجع للخارجية، وبعدين الخطوط الجوية الجزائرية. وهذا يعني كثير يعني في الطريق هذه تعب شوية، وفي بعض الأحيان حتى الطائرات يجيوا فيهم أماكن فارغة. لماذا؟ لأن الخطوط الجوية الجزائرية تعيط لهم في آخر لحظة، يعني اليوم تقول له غدا عندك الطائرة 10 وانت راك طالب فيا باش ندير بي سي آر يا أخي، انت راك تقول لي دير بي سي آر تاع 72 ساعة. فبالتالي كاين بعض المخابر مغلوقة في فرنسا، تطيح في نهاية الأسبوع كذلك تكون مغلوقة. وكذلك باش يدير لك التشخيص هذا المخبر لازم تعطي له أقل شيء 24 ساعة، وكيفاش تقول له أنت في 8 ساعات أرواح؟ هذا إشكال. إشكال ثاني كذلك طلبت أنه يعني نحذف أو نلغي التسجيل على مستوى القنصليات. يعني القنصلية سيدتي هذه منذ الاستقلال عندها دور باين، هي حماية ممتلكات المغتربين، السهر على مشاكل المغتربين، إصدار الوثائق للمغتربين، وبالتالي إذا دور القنصلية يبقى فقط باش يوجد قائمة ويحرر وينحي وينقص وتلقاي الناس كل يوم عند القنصليات، يعني هذا أولا نتعبوا الممثليات الدبلوماسية تاعنا، القناصلة تاعنا يعني وصلوا لواحد درجة يعني ما يزيدوش. كذلك على مستوى وزارة الخارجية عمل كبير راهم تعمل فيه وزارة الخارجية، وزارة الداخلية كذلك عمل كبير، فبالتالي هذه آلاف. على حنا نروحوا للمجال هذا. طيب ماذا نقترح بالمقابل؟ احنا الاقتراح انا قلت لك الاقتراح انه اولا نلغي هذا هذه الرخصه الاستثنائيه، نخليوها على الحالات الاستثنائيه فقط. اين يسجل هؤلاء؟ يسجل هؤلاء يسجل يعني يروحوا مباشره للخطوط الجويه كما كانوا يعملوا قبل كورونا. نعم. اي مواطن جزائري حب يعود الى الارض الوطن يروح الخطوط الجويه، قال اعطوني الرحلات، قال احنا عندنا على سبيل المثال مارسيليا يوم الغد، بعد يومين، بعد 3 ايام، وبعدين الانسان يختار. نعم. لانه نقول لك كل ما هو ممنوع مرغوب. صحيح. واذا عرف السبب بطل العجب. المغتربين تاعنا كي تقولي له ما كانش طائرات، كي تقولي له ما كانش طائرات يولي هو يعني الثور الطائره تاعو. فبالتالي احنا حبينا انه نعطيو يعني اولا نعطيو امل للجزائريين تاعنا، ويحس المغترب الجزائري انه كاين في طائرات. علاه تتقلق يا اخي؟ ما تزعفش، ما تسبش، ما تروحش القنصليه، ما ديرناش مشاكل، ما ديرناش البي سي ار، لانه المهاجرين الجزائريين مستعدين اتم الاستعداد يعني انه يقبلوا كل الشروط الوقائيه الصحيه الصارمه، راني نقول الصارمه اللي تطلبها الدوله نتاعنا من المغتربين. لكن المغترب هذا تعطي له بي سي ار، وهذا البي سي ار راهو كل دول العالم يعملوا به اختي. نعم. طيب سمير، بما انه تحدثت عن البي سي ار، هل تعتقد بانه 72 ساعة كافية من أجل ضمان أنه هذا الشخص لم يتعرض أو لم يلتقي بشخص حامل للفيروس؟ ممكن في خلال ساعة فقط ممكن أنه يعني يلتقي بشخص حامل للفيروس. نعم. وينزل هذا شيء معروف، هذا شيء. نعم. معروف. هل تعتقد بأنه من غير المنطقي أنه نحدد الفترة ب 72 ساعة حتى 24 ساعة غير كافية؟ احنا رانا نقولوا حتى 24 ساعة قابلين. يعني إذا المؤسسة تاع الدولة تطلب 72 رانا نقولوا باللي 24 قادرين، وقادرين يديروها، قادرين يديروها في الخارج. فبالتالي احنا رانا نطلب من المؤسسات تاعنا ونقولوا رانا واش تقولوا لنا نديروا، يعني طلبنا حتى في الحجر قلنا احنا مستعدين انه نتكفلوا بالفنادق اللي يروحوا يسكنوا فيها المغتربين تاعنا. يعني كل مغترب يقول لك انا نتكفل بنفسي، فقط افتحوا لي نروح نشوف بابا، افتحوا لي نروح نشوف اما، افتحوا لي نحضر التدفينه تاع بابا، افتحوا لي ندي ولادي يقراوا، افتحوا لي نروح الشركه تاعي باش تعيش، باش تمشي، باش نخلص خدمه، افتحوا لي كطالب جزائري باش نروح نزاول الدراسه تاعي في الجزائر، افتحوا لي كطبيب كمستشفى جامعي نرجع للمدرسه ونرجع للجامعه ونرجع يعني للمستشفى تاعي لانه عندي مواعيد مع المرضى تاعي.
المغترب راه يقول لك افتح لي نروح لبلادي. لانه شوفي لو شفنا احنا بعض الدول الاخرى غالقين وبعض الدول الاخرى يعني راهم يديروا في شروط تعجيزيه نقولوا معليش احنا رانا ككل الدول. لكن كل الدول سيدتي المحترمه راهي فاتحه الحدود تاعها. امريكا وما ادراك ما امريكا في بدايه الوباء غلقت على العالم كامل راهي فتحته. اوروبا فضاء شنغن فتح. ضيف الى ذلك كذلك سيدتي احنا رانا نشوفوا باللي هذا الغلق راهو كبد البلد خسائر كبيره. وهذا مش كلامي انا، راهو كلام نقابه الطيارين، نقابه الخطوط الجويه الجزائريه، هما طلبوا باش يستأنفوا العمل. زيدي هذا الوزير تاعنا اللي نقل في احدى اللقاءات مع الاعلام اعطى ارقام تاع ملايين ملايين بالدينار اللي تكبدتها الخطوط الجويه الجزائريه وشركه النقل البحري. فبالتالي هذا نعم اقتصاد 4000 مليار سنتيم. بالتالي بالنسبة للخسائر المتعلقة بالنقل الجوي و600 مليار سنتيم بالنسبة للنقل نعم البحري. نعم هذه مبالغ كبيرة. أنا سؤالي المطروح وشكون اللي راح يعوض العمال هذم، ولا شكون اللي راح يعوض الشركة هذه الخسائر؟ نطالب أن الخطوط ترجع كما كانت. احنا ما نجد نطلبه في الخطوط قبل كورونا، لأنه قبل كورونا فقط للعلم وللتذكير كانت 35 رحلة جينا من فرنسا. احنا قلنا نجيو يعني نديروا 6 رحلات 7 رحلات يا سيدي في الأسبوع. نعم. حتى فقط الجزائري يتأكد باللي الرحلات راح تستأنف. ورانا نقولوا ما نحلوش كل المطارات الجزائرية، يكون فتح تدريجي، يعني تكون الجزائر العاصمة بالنسبة للوسط، الغرب وهران، الشرق قسنطينة. خليونا يا سيدي من المطارات التقليدية والعادية اللي كانت تجي فيها الطائرات كغردايا كباتنا كبسكرة كعنبة، هذه خليوها كمرحلة ثانية. لكن الجزائري عندما يعني يتأكد باللي الرحلات يعني راه استأنفت، صدقيني راح يطمئن. وراح الإنسان اللي راه مستعجل الآن يقول لك خليني على 3 أيام 4 أيام. الآن عندنا شيوخ يا سيدتي المحترمة في يعني 80 سنة، هذا ما بقاش عنده علاقة مع فرنسا، هذا فقط يروح يجيب مسكين. عفوا مع الجالية دائما أبعث برسائل على ضرورة يعني ترك المجال. الطالب مسكين، الجامعة غلقت، الأحياء الجامعية غلقت، وبالتالي وين يروح؟ وهناك أيضا الحالات الإنسانية، هناك مرضى أيضا كذلك. فيه مرضى نعم، فيه مرضى يعني فيه مرضى. أنا كلمتني يوم أمس مرأة يعني في الليل من غرونوبل تبكي، أخوها مات في حادث مرور يوم أمس، يعني حبت تدخل قالت لي بابا مات في شهر أوت ما حضرتلوش، خويا مات قبل أمس ما نحضرلوش. يعني بالله علينا يعني واش نقولوا لهذه المرأة؟ هذه راح تبقى في ذيك في مخها وفي ذاكرتها ما تنساهاش طول حياتها، وتقول لك انتم السبب، انتم اللي غلقتوا عليا ما شفتش بابا وما تنساهاش. هذه وفاه اختي ما كانش اكبر من الموت، ما كانش اكبر من الموت. انه الانسان يدخل بلاده يعني نوليو احنا حارمينه. يا اخي كاين اولويات، رانا نقولوا لك كاين شروط يا اخي. هذه الشروط العالم كم راه يمشي بها. حتى الجزائري شوفي روحك برك اختي، نعطيك مثال. انت راكي مقيمه في العاصمه وعندك العائله تاعك في الصيف، لو ما تروحيش تشوفين في حاله كما هذه قلبك يتحرك. يعني ما بالك يعني الانسان راهو في الغربه وعنده 3 من العائله ماتوا، عنده اطفال يدرسوا، عنده عمل، عنده، وتقولي له انت ما تقدرش تجي، ولا يعني في بعض الاحيان ديري له طياره ولا زوج. احنا قلنا نطلق الطائرات، والحمد لله الحمد لله انه منذ بدايه استئناف هذه الرحله ما لقيناش واحد اللي عنده بوزيتيف، ما لقيناش في التشخيص واحد، ولا حكموه في المطار قال لك انت راك بوزيتيف. نعم. يعني راهم في دول كذلك يعني القطاع الصحي فيها وفيه استمراريه، فيه متابعه، يعني ما يظنوش المسؤولين تاعنا الجزائري كيجي هذا المهاجر اللي يجي لبلاده راح يجي هو مسكين بالكورونا وراه يترعد وخايف
ويقول لك انا راح نجي راح نعدي والدي. ما كاينش واحد اللي يرضى يعدي والديه ولا يعدي خوته ولا يعدي اي واحد من العائله تاعو. نعم. هذا مولادنا. نعم، تحدثنا عن الحالات الانسانيه، صحيح انه سجلت ربما بعض المواقف التي المواقف المشرفه باعاده بعض الحالات الانسانيه الى الجزائر، لكن في المقابل اغلب هذه الحالات لم يتم اجلاؤها الا بعد ان انفجرت حالتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. هل تعتقد انه آن الأوان لربما المسؤولين أن يتحلى كل بمسؤوليته بمهامه من أجل ربما مش فقط حتى ينشر خبر على الفيسبوك، صح، أو تقوم الجالية لتتحدث عن حالة ما على الفيسبوك حتى يتم التكفل بهذه الحالة؟ والله بكل صراحة معليش، هذا جانب اجتماعي، احنا نشجعه ونشكر أبناء جاليتنا اللي وقفوا. نعم. وقفة رجل واحد. صحيح. يعني باش يعني باش نجليو هذه الاسماء اللي توفت في بلدها، لانه نعم. في اخر المطاف هذم اللي جبناهم توفاو. صحيح. اذا زياد توفى بعد يومين، اذا الحسن لبيب كذلك تاع العلمه توفى بعد اسبوع، هذم توفاو يعني. صحيح. لانه همهم الوحيد وحلمهم الوحيد والاوحد هو انه يموتوا في ارض الوطن وتحقق المبتغى تاعهم انه يجي يشوف امه ويتوفى. صحيح. لكن علاش نستناو اختي، علاش نستناو هكذا ويعني وصور الجزائريين تنشر يعني في مختلف المواقع والناس كامل تتكلم؟ معليش، تضامن مليح وإحنا نشجع ودائما نحسس الجالية تاعنا وباش تعمل في العمل هذا ويعني تدخل في الميدان هذا. لكن فقط نقول أنه الآن حان الأوان وإحنا شاكرين للدولة تاعنا، لأنه من لا يشكر الإنسان لا يشكر الله عز وجل. الدولة الجزائرية كانت السباقة، هي اللي غلقت الحدود في البداية، مشكورة على ذلك واخذت الأمور بعناية وخذتها بعين الاعتبار. اجلينا ازيد مثل ما قلت في مقدمة يعني تدخلك، ازيد من 35 ألف أو 40 ألف جزائري. الخطوط الجوية الجزائرية في أول مرة حطت في مطارات كمطار واشنطن، مطار كوالالمبور إلى آخره. كذلك مازالوا الخطوط يعني الشحن راهي مفتوحة لنقل جثامين. هذه كل الدولة مشكورة عليها. احنا ما نجي نقولوا فقط يعني شيء سلبي، لا، الدولة دارت أشياء إيجابية. نعم. وهي مشكورة على ذلك. لكن ننتظر أنه الآن بعد 8 شهور كسبنا خبرة، كسبنا تجربة. نعم. رانا نشوفوا في العالم كيف المطارات في العالم راهي مفتوحة، راهي تمشي، المسافرين راهم يديروا، وبالتالي نطلب من الدولة أنه العملية تستأنف خدمة للبلد. نعم. للجالية وللاقتصاد الوطني. وربما كلمة كذلك سنواصل سمير. فضلي. سنواصل سمير. نعم. أعتذر.